نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: عنف علي بعض من طلبة العلم عندما صليت 13 ركعة في رمضان صلاة التراويح، وطلبوا أن أقتصر على 11 ركعة، يقولون هذا الوالد، ما رأي الشيخ في ذلك؟ الاقتصار على عدد معين وإلزام الناس به غلط. صلاة التراويح وصلاة الليل ليس لها حد محدود، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل ولم يحدد عددا من الركعات، وكذلك حث على قيام رمضان ولم يحدد عددا من الركعات، وهو صلى الله عليه وسلم كان في نفسه يصلي لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13 ركعة. والصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جمع عمر رضي الله عنه المسلمين خلف أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بهم التراويح، كان يصلي بهم 23 ركعة، دل على أن الأمر واسع في هذا. فإن أردت أن تفعل مثل ما فعل الرسول تقتصر على 11 أو 13، فإنك تفعل مثل ما فعل الرسول، كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، وهذا إنما إذا صلى الإنسان وحده فإنه يفعل هذا، وأما إذا كان يؤم المسلمين فإنه يراعيهم ويخفف عليهم. ولهذا الصحابة لما جمع عمر المسلمين على أبي صلوا 23 ركعة، فزادوا في العدد وخففوا في الصفة رفقا بالمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه يعني منفردا فليطول ما شاء. ولا إنكار على من اقتصر على 11 أو 13 أو 23 أو أزيد، لأن بعض العلماء يرى أنها أكثر من هذا أيضا، دل على أن الأمر في هذا واسع، ولا حجر على أحد في صلاة التراويح، إنما هذا يرجع إلى نوعية صلاة التراويح، هل هي طويلة وثقيلة أو هي مخففة. فإن زاد في الركوع والسجود وأطال القراءة فهذا يقلل الركعات، وإن خفف صفة الصلاة تخفيفا غير مخل فإنه يزيد في الركعات كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم، أحسن الله.